باهي، باش نبداو اول حاجه بالخدمه نتاع ريجستر، يعني كرييت اكاونت، باش نشوفوا احنا الاوثر بتاعنا شنو عنده. عنده نيم، لاست نيم، ايميل، باسورد، اباوت، وايماج. لهنا باش يقول عنا حاجتين زايدين على الاجور العادي. اول حاجه هي الابلود نتاع الايماج كيما خدمناها في الفيديو اللي فات. اوكي، باش نشوفوا كيفاش نعملوا الابلود ايماج زاده عند الاوثر، وكيف كيف عنا الكريبتاج نتاع الباسورد. يعني الباسورد لازم يكون مسجل كريبتد، يعني يكون مشفر نوعا ما باش حتى حد ما ينجم يقراه. اوكي باهي، دونك نرجعوا للاوثر. باش نبداو اول حاجه بالخدمه نتاع الابلود، احنا خدمناها في الارتيكل، دونك من غير ما نبقاو نعاودوا فيها اكثر. باش نمشي اول حاجه نعملها نيمبورتي الملتر. اوكي، باش نستعمل الملتر في الابلود، نجي نحطو لهنا. اوكي، من بعد نرجع لهنا، كيف كيف نعمل الكوبي كولي للخدمه نتاع ستورج. اوكي، نكوبيها الفايل نيم، ونكوبي الماي ستورج، ونكوبي كيف كيف الخدمه نتاع الميدل وير. اوكي، ورد باك لا تكوبي، ورد باك لا تغلط، كنترول سي، ونمشي للاوثر ونحطهم لهنا كيف كيف قبل الريجستر. واضح؟ باش بقى جوست باش نستعمل الميدل وير هذايا ما بين لابيل نتاع الريكويست هذيك ما بين الفونكسيون اللي باش تخدم. دونك لهنا باش نعمل ابلود كيما عملناها ديجا في الفيديو نتاع الارتيكل. اوكي، فسرناها بالكدي غاديكا من غير نبقاو نزيدو نضيعو فيها وقت اكثر. وهنا نخدمو الخدمه نتاع لاجو نتاعنا نورمال. واضح؟ باهي، باش نخدمو احنا الخدمه نتاع لاجو نورمال، لكن من بعد باش نزيدو حكايه الكريبتاج. اوكي، باهي، اول حاجه في لاجو نتاعنا ديما نقراو الكونتينيو من البادي نتاع الريكويست نتاعنا. دونك مثلا داتا ايجال ريك بادي، هذا يقالك الداتا من وسط الريكويست نتاعك. الليتاب الثانيه باش نصنعو انستانس من الموديل نتاعنا. دونك مثلا author هاك مينيسكول ايجال نيو author الموديل نتاعنا، ونعديو له الداتا اللي احنا قريناه. واضح؟ في الاخر بالكل ديما نسجلو احنا، ديما نعملو author dot save. اوكي، ومن بعد عنا هاك الذين وعنا الكاتش. اوكي، في وسط الذين ديما عنا هاك الفونكسيون اللي باش تخدم حسب ما هو يتسجل. مثلا saved author، نرجعو في response res dot status 200% هاك saved author هذاك. اوكي، وفي الايرور كي يبدا عندي ايرور مثلا ريز دوت سنت هكا الايرور هذيك. اوكي باهي، لكن ديما قبل ما نسجل ماذا بيا نحط اسم ليماج اللي انا سجلتها في الاتريبيو ايماج نتاع الاوثر هذيك. دونك اوثر شنو الاسم ليماج اللي باش نسجله؟ هو ليماج اللي انا سجلتها ديجا في الدوسي نتاعي، يعني بعد ما عملت الابلود ماني عملت ريديركسيون لهنا سجلت بالفايل نيم هذيك. اوكي، دونك لهنا نجي اوثر دوت ايماج ايماج ايجال فايل نيم. واضح؟ وديما ما ننساش بعد ما نسجل لازمني هيك الفايل نيم هذاك نعاود نفرغه، فهمت؟ باش مش من بعد في الاجولي بعد ما يقلقنيش ما يعمليش قلق. اوكي، خاصه في حكايه الابديت كيما حكينا عليها في الفيديو بتاع الارتيكل. اوكي، لكن لهنا قبل ما نسجل زاده فما خدمه نتاع الباسورد باش تصير، يعني الكريبتاج نتاع الباسورد حكينا عليه زاده في الدوره نتاع النود جي اس بيك دي بيك دي. عنده طلع غريك تضيفهم اكثر كيفاش الكريبتاج نتاع الباسورد يصير. ايش لهنا تك تك باش نعملوها، يعني باش نقص البروجيكت نتاعي، باش نستالي البيكريبت، باش نستعملوا بيبليوتيك اسمها بيكريبت npm install bcrypt. البيكريبت هذا يتعاونك باش انك تعمل كريبتاج نتاع الباسورد نتاعك بطريقه سهله برشا، تبقاش تكسر في راسك برشا يعني باش تعمل الكريبتاج. تك تك هي تعطيك فونكسيون حاضر انت تستعملها ديريكتومون وتعمل الكريبتاج نتاع الباسورد نتاعك على روحك. باهي، نعاود نخدم البروجيكت ونرجع لهنا. اوكي، في الراوت نتاع الاوثر نزلت لهنا نمبورتي اول حاجه البيكريبت هذيك const bcrypt bcrypt equal require بكريبت. اوكي، وهنا قبل ما نسجل باش نجي نصنع اول حاجه باش نصنع كليب باش نكريبتي بيه سالت. اوكي، اسمه سالت ايجال بكريبت دوت جينيريت سالت 5. اوكي، ونعدي لها لهنا مثلا رقم 10، يعني باش جينيري لي سترينج الياتوار يعني 10 كاركتريات، ومن بعديك هي يكريبتي لي الباسورد. اوكي باهي، نعمل فاريابل مثلا والا نجي في وسط الاوثر دوت باسورد شنو نحط فيه؟ نحط فيه بكريبت دوت هاش 5 باش نعمل هاشاج للباسورد نتاعي. يعني لهنا نعدي لها كيما نقولوا احنا الباسورد اللي انا نحب نكريبتيه، يعني التكست اللي انا بعثته اللي موجود في وسط الداتا دوت باسورد كيما بعثته انا من الروكيت بالضبط. وكيف كيف نعدي لها اون بارامتر السالت اللي انا صنعته. فكي هي تكريبتي لي الباسورد وتفكتيه في وسط الاوثر دوت باسورد، ومن بعد انا نسجله على روحي. هذه هي خدمه الريجستر، يجي نجربوها تك تك بالبوستمان. لكن قبل ما نجربوها ماذا بينا نمشيو ساعة للسيرفر نمبورتيو للاي بي اي نتاع الاوثر كيما عملنا في المعادله ارتيكل بالضبط. دونك كونست اوثر اي بي اي اللي صنعناه توا ديجا ايجال ريكواير سلاش راوت سلاش اوثر. اوكي، ونجي هنا نعملوا الاب بوينت يوز نتاعو. دونك اب دوت يوز اوثر مثلا
author API. اوكي هكا كل شيء مريجل. باهي نجي لهنا توا شوفوا كل شيء مريجل جاوي باهي هكا ممكن فما ايرور وتصلح حتى ديجا. نرجع البوستمان نحل ركيت جديده بدل بوست لهنا اللي هي نتاعي HTTP مو لهنا تتبدل هكا author slash register. اوكي نمشي للبادي شنو باش نبعث. نبعث فورم داتا عنده نيم وعنده نورمال مو لاست نيم. نيم حط مثلا اسمي امين لاست نيم جبالي ايميل حط الايميل متاعي عشان من امين مثلا @gmail.com. عنده باسورد نحط مثلا من 1 إلى 9 وعنده about description مثلا web developer. اوكي وعنده ليماج دونك هذه لازمني ساعه نهبط شوي هكا هذه نبدلها فايل نحط لهنا اسم الشوم تاعي ايماج نجي لهنا نختار الفايل متاعي تصويره يعني. اوكي نعرف كان عندي تصويره لهنا ولا لي داونلود اختار اي تصويره نعرفش هنا دونك نختار تصويره اي واحده نعرفش هنا مثلا هذه. اوكي نعمل send صارت الجواب الصحيح دونك نيم لاست نيم الايميل باسورد كريبتد تسجل ويب ديفلوبر الاي دي واسم التصويره دونك ريجستر خدمه جوها احلى جو. اوكي دونك نتعداو في الفيديو الجاي للخدمه نتاع اللوجين.